Algérie 1956. La guerre de libération entre dans sa deuxième année. Le peuple algérien adhère de plus en plus à la cause nationale. Les recrutements se font de plus en plus nombreux. Des centaines de moudjahidines deviennent des milliers. أنا في داخل مع مع الشاوية مع الزهري أنا في جهة قالمة والحنانش والأخري جوية 57 آخر 56 التحقنا بالقاعدة الشرقية بالزيتون بغير ديماو دربنا كان يدرب فينا واحد يقولوا لحمد البسباسي ضابط في الجيش دربنا وحدة 3 أشهر ونحن ندربوا في ثم في الزيتون بعد جتنا للطماجور دارونا كتيبة تاعتنا وعملونا فصائل لأنها لموا الجيش اللي هو كان ديطاشي شوية مش عنده الوحدات وما عنده وخارج لموه ودارونا 4 فصائل Le FLN, qui avait installé des camps d'entraînement et des bases de ravitaillement en armes pour l'ANN de l'intérieur, développe rapidement son armement. Le fusil de guerre remplace le fusil de chasse. La dynamite et la mitrailleuse font leur apparition. في الوقت ذاك أنا جندي قلت يا هل جندي جاء الشيف سكسيون تاعنا عمار شاكي المهم جابوا لنا ثم كي عدلونا فصائل ونظمونا الجروبات ونظموا الفصائل ونظموا قيادة الفصائل ونظموا الكتائب داروا لنا لشيف دي جروب كان شيف جروب تاعي هنا يقولوا لي قاصة جبار جابوا لنا الكمين تاع سلاح كل سكسيون يروح للقيطون هذاك تاع السلاح يكتب لك الاسم ويكتب لك السلاح تاعك ويعطيك ثم تخرج من ثم تزيد تروح للقيطون الاخر تهز الذخيره في الوقت هذاك نعطوني بريط واعطوني واحده كيما الموزير هذوما واعطونا 1000 كرطوشه ليك و1000 كرطوشة للبندقية الأخرى ومن بعد كي تحب أنت تهز يقولك ماذا تقول أعطيني 50 زيادة ولا كذا يقولك هز يمركي ليك باش ليك أنت تقول سعقة ولكن قادر تهز هز ذخيرة من ثم هذه كي نحن كي هزين السلاح من ثم زوز قطعات الواحد واللباس قلت لك نحن في الوقت هذاك اللباس فرقوا علينا اللباس لكن كاين الوقت هذاك ناقص كيس الحنة ثم وعرفنا اللي شاف سكسيون تاعنا وعرفنا اللي شاف دي جروب تاعنا وعرفنا كما قال قائد الكاتب جينا خارجين Les techniques de sabotage s'améliorent grâce à l'ouverture à Oujda au Maroc d'une école de spécialistes de destruction. Après la recrudescence des opérations militaires menées par les unités de l'ALN, et l'approvisionnement des moudjahidines en armes à travers les frontières Est et Ouest, et en vue d'isoler la révolution de la Tunisie et du Maroc, la France entreprit de fermer les frontières en construisant 2 lignes de barbelés électrifiés, constituant un barrage au niveau des frontières Est et Ouest de l'Algérie. La première ligne électrifiée est désignée sous le nom d'André Maurice, ministre de la Défense dans le gouvernement de Bourgès Monory. خط موريس لازم نعرفوا الأسباب اللي من أجلها نشأ أنشئ هو باش السبب الأساسي هو عنده عدة أهداف ولكن السبب الأساسي هو قوافل نقل السلاح لأن وخاصة
نبدو بالجهة الغربية، لأن موريس خط موريس أنشئ في البداية في الجهة الغربية. Elle s'étend à l'ouest sur 750 km de Razawet au nord à Béchar au sud. الهم الكبير ويجينا من الشرق لأنها مفتوحة على تونس وليبيا ومصر والسودان والدنيا قائمة، يعني الحدود كلها مفتوحة. قالوا لازمنا نبدو سنة في الجهة الشرقية. Le général Jean Delmas écrit: L'urgence de ce barrage continu était née d'une constatation. La surveillance effectuée par les troupes du Constantinois n'a pu empêcher le redoublement du trafic clandestin, soit dans le sens Algérie-Tunisie, recrues des wilayas rejoignant les camps d'instruction en Tunisie, soit dans le sens inverse, recrues instruites, encadrées et armées. Pour implanter ce dispositif, il a fallu d'abord faire évacuer des milliers de kilomètres carrés. Des dizaines de milliers d'hommes ont ainsi perdu leurs terres et leurs troupeaux. Large de 30 à 60 mètres, la ligne s'étend à l'est sur une distance de 450 km de Annaba au nord à Negrin au sud. Mokhtar Ben Sharrat était parmi les passeurs des lignes Maurice Chal. ملتحق بجيش التحرير في أول جانفي 57، ولماذا؟ القات علي فرنسا القبض. من تما تطورت الحالات، طلعت أنا كنا سكننا في واحد جبل يسميوها صليب، من تما فتنا للمغرب. في المغرب كان كارتي بن شرات عود مديور في الحدود الجزائر المغربية، معروف اليوم الجيش التحرير كلهم اللي فاتوا في هذا الكارتي هذا. دربنا في جبل فوغال، وكان يشرف على الكارتي هذا وسطي عمر، والمدرب وهو السي الصادق المدعو الشيخ السنوسي. Au milieu de 1957, on évalue une moyenne mensuelle de 2000 passages et de 1000 armes entrées. وفي آخر 57 الجنرال القطاع العسكري تاع سوغهراس تاع فرنسا عمل حساباته باللي كاين وحدات من طبرقة على الحدود تاع تونس قريبة إلى البك دو كنار مخبوشة بلا جيش القاعدة الشرقية. كاين ثلاثة فيالق، معناها ينتظروا باش يدخلوا للجزائر، وفي جهة تاع المريج وونزا كاينين 2000 مجاهد ينتظروا باش يدخلوا على الجهة تاع الوريج. احنا كنا ربعة اللي تدربنا على الألغام. أنا مدة 25 يوم زيادة ولا أقل، كان تدريب بالخف. أنا تفكتت المنطقة الأولى، المنطقة الأولى عند الباشير البوسعيدي. هذا الباشير البوسعيدي موجود اليوم على الحياة في نيبوس في الزوية في ابن بوسعيد، وكان بعد مجاهدين لا ما عاد حيين مثل أبو خليفة ومثل محمد طيبة ما عاد على الحياة، وبعد منهم راهم في وهران في مع طوبين الحرب هذول كاينين. انطلقت في الكوبانية هذه متخصص لقطع الأسلاك، ونزع من الألغام نزلعوا الألغام ونقلعوا. La deuxième ligne est désignée sous le nom de Maurice Chal, commandant des forces françaises à l'époque. Elle fut édifiée derrière la ligne Maurice afin de la renforcer et contribuer à interdire le passage des Moudjahidines. Les mêmes techniques furent employées pour l'édification de la première ligne. Et le même parcours fut suivi du nord au sud.
les travaux débutèrent avec la fin de l'année 1958. La construction du barrage contraint l'ALN à accélérer les passages à la fin de 1957 et au début de 1958, soit en saturant la haie électrique par les multiplications des sabotages, donc des alertes, ce qui provoque la dispersion des interventions, soit en passant par-dessous la haie, tunnel, soit en orientant les passages de plus en plus vers le sud. نحن كنا في تروازيان بطيان وجونا باش عندنا هنا في الداخل جهة الولاية دو جو باش يدخلوا للجهة نتاع الشرق الحدود الشرقية لمونا نحنا دون السبتي بومعرف ربي يرحم وعملوا لنا شيف سيكسيون تاعنا بنضحوا جينا باش قطعنا السيلان قطعناها لابو صالح كي رحنا قطنا نحينا الميناء عندنا المذاري يدوكم نحو بالمذرة نحو نخربشو كاش ما نلقو الميناء هذيك نحاها ونقطعو السيلان وشي هي تريسيتي نهزوه بالعيدان نهزوه بالعيدان باش ما يصونيش وما يدير ونقطعو السيلان ونفركتو على الميناء كي ما كانش الميناء نقطعو منها كي وصلنا قطعنا السيلان الاول تاع موريس قعد لنا السيلان الاخر تاع شال كي جينا باش نقطعوه فتشنا على المينا ما لقيناهاش ولكن هي المينا كاينه ضربت لنا بنضحوه هذا قصه له رجليه ربي يرحمه كما كنت تحكي هو قايد الفصيل نتاعنا كي سمع باللي تكتك تحت رجله قال لي نحبسوا حبسوا حبسوا واش هي قال لك مينا درك نحنا في الوقت هذا كمين وطحنا في الارض اطيح في الارض وجماع اللي فاتوا تحت السيلان باش يفوتوا فاتوا قعد هو مسكين قعد فوق المين هذيك كي قعد فوق المين وبعد وجماع كله طاح التالي قصت له رجليه ما تي كيما هذه الالغام تاع فرنسا احنا ذاك الوقت كنا نخلطوا على في لالين موريس مثل هذا الخط الاول هذا اللي يشوف فيه 6 مترات عرض شو هذا فيه 6 مترات عرض وزوج مترات طول الالغام مديوره في جنبه هنا وفي الوسط من بعد نخلته كان ذاك الوقت عاد هذا لالين موريس هذا الكهرباء ما كانش موجوده 57 الكهرباء ما كانش كاينه كان كاين غير هذا وهذا دو جوج تاع الاسلاك مشوكه الكهرباء كان عام دارتش كهرباء دارت من 58 لي دو باراج سيتون شاكان سور دي لونغور جيغانتيسك 750 كيلومتر دو كوتي ماروكان اي 450 كيلومتر لو لون دو لا فرونتيير تونيزيان ريزو دو فيل دو فير باربلي سور 2 à 3 lignes successives et électrifié 1150 كيلومتر au total côté marocain dans 70 éclairés. Champ de mines, au total 3,5 millions de mines. Mirador, radar déclenchant le tir automatique de canon, piste de surveillance. هذا الخطوط الزوج والخطوط ما كانوش موجودين ذاك الوقت كانوا موجودين هذا وهذا فقط هذا الأول بدأت فيه فرنسا في 56 كانت فرنسا كيت بالمحابس دير 20 أو 30 كيلومتر في النهار في الليل يقلعوها كاع المواطنين من طرف جيش التحرير تنقلع الكل فرنسا الصباح كي تجي تجبر ديك السلك اللي خدمتها كل شيء راح واش ولا تدير تما ولا تدير الألغام ولا تدير الألغام هذه نتاع اللي كنت نقول لكم نتاع القرينات هذه اللي فيها الخيطان هذه ها فيها هذا الخيطان هذا قبل باش كي تجر السلك مواطنين جو في الليل يجبدوا السلك بالكوردات عندها هما هذه رابطينها في السلك تروح ماتي لهذا الخرصات تنقلع هذا الكلبيتور يضرب هذيك الالغام تنوض تدي 8 حتى 10 نتاع الناس ولاو ما يقربوش السلك دوك ساهي ولات فرنسا تخدم الاسلاك نتاعها ما ينقلعش
لأنه ولا بتلغمة وتزيد دير واحد السنيال على حسب البقايا اللي يخافوا منه. يديروا المينة هذيك تاع الفوشيك، كتجي انت تمس واحد الخيط يديروه الناس اللي فقنا بها نحرزوه ما نمسوهاش، والناس اللي ما يعرفوهاش هو يمس الخيط هذاك وهي تتكلم الفوشيك تطلع في السماء توري لك البلاصة وين يبدو هم ما يجوا بالفتراكات. إذا كان مع الراية أم إذا كان مع الطرق الأخرى يجوك مثلا بالدبابات ولا يضربوا بالارتيري. من بعد ال 58 قريب 1058 خطط الجدار نتاعها فكرة أخرى نتاع شكون هو نتاع السفاحين، السفاحين اثنين وهو موريس وشار. Au début de 1958, le général Salan donne ordre à 5 régiments de parachutistes dirigés par le colonel Jean-Pierre, Buchot, Ollion, Fourcade, Bijard puis Trinquier. Il leur ordonne de détruire toutes les bandes venues ou à venir de Tunisie, avant ou après le barrage. Ils sont appuyés par 3 détachements d'hélicoptères et des T6, corsaires, voire même des B-26, assurés à partir des bases de Bonn et de Tébessa. Dans le temps où nous avons il y a un خوف مش خوف مش من العسكر، خوف من المينا وخوف من التريسيتي. اللي خطوا لهذا الكهرباء يعني يكونوا زوج خطوط نتاع الاسلاك المشوكه وخط بيناتهم نتاع الكهرباء، وكاين الطريق نتاع الكونترول ها كيما الشار يتمشى يطلع ويهود كونترول ما بين البوست والبوست. كي نخدموا حنا هادو تبقى لنا المسافه هنا تبقى لنا المسافه بعيده على حسب الارض كيما قلت، سواء كيلومتر ما بين الخط والخط، سواء كي مثل الزويه عندنا حتى 8 او 10 كيلومتر حتى لجرف النحل، مي هنا كي مثل النواحي نتاع الصحراء العريشه تلقى لنا حتى 45 كيلومتر ما بين لالين ولالين. هنا ما يوقدناش الوقت باش نقطعوا هذه، لازم المجاهدين يباتوا بين الاسلاك. احنا اللي كان عندنا المشكل في نهار اللي دارت الكهرباء بقينا المشكل هنا في الكهرباء اللي تعدى فوق 600 فولت. هذه نهار اللي دارتها فرنسا هاد السفاحين كما قلت نتاع الشار وموريس اللي خموا لهذا الكهرباء هذه. لكن احنا كي ينوبرب وتلقى الارض سهله وتنجم تحفر، يعني يعطيك تحفر بالمذره هذيك وتحمي روحك تكون لاباس. والوقت اللي نكملوا يعني ونحفروا ونفوتوا لهيه ويبقى غير لنا نبقوا نخلوا مثلا عساس مثلا يبعدوا شويه لهيه. مثلا احنا سي المهمه، نحنا 5 من الناس كملنا المهمه تاعنا، قطعنا السيلان، عدلنا البيكيات هذوكم اللي هزوا التريسيتي، زدنا قطعنا السيلان الاخر، يعني هينا الطريق عي كيف ما يخص والو. رجعوا زوز يروحوا للجماعة نتوعنا اللي هم بعاد على السيلان باش في الوقت هذاك اللي نحن يشوفوا فينا كملنا هاك الساعة هذيك يجيبوهم، يجيبوهم على نفس الطريق، يجيبوهم على نفس الطريق كي نشوفوهم هم جو واحد يحكم من هنا جهة السيلان والتريسيتي. كي يجي هو رايح يبيك يقول هكا يمد لك السلاح، يمد لك السلاح الاخر يزيد يمدوا الاخر، الاخر يمدوا الاخر ونعقبوا ونبدوا نعقبوا بالواحد بالواحد بالواحد. نهار اللي نكملوا يعني لاباس ونفوتوا هاك الساعه نروحوا نتدرقوا لهي شويه، نتدرقوا ونبعدوا السيلان نتكيفوا، واللي عنده طرف خبز ياكلوا، واللي عنده نضحكوا باللي انا لاباس انا قطعنا ناجحين ولاباس وخلاص. بعد كي يفوتوا الدبابه اللي في تراك هذاك يفوت نولوا نضحكوا وكذا ونحن نتكيفوا ونفوتوا نروحوا في الامان. هنا فرنسا قالت للمواطنين قبل الخدمه كل هذا الاسلاك كانوا يخدموها الشعب محبسيه كانوا يخدموها، عطاتهم قالت لهم هذا الكهرباء راها تقضب على 20 متر
لان فرنسا تعرف باللي الشعب يتلاقاو مع الفلاقه في الليل كما تقول هي مع المجاهدين، تقول لهم بالله ودي راهي كتبها كيفاه. حنا يوم سي لازم علينا باش نسيو قبل هاد لانين كيفاه دايره هاد الكهرباء كيفاه دايره، لازم علينا ولو نضحيو بواحد ولا زوج. يقترح علينا هذا سي زوبير رحمه الله رئيس المنطقه الاولى في بني واسين في ولاد قدور، معروفه يعني في ولاد قدور بالضبط في الدار نتاع محمد القايد، قال لازم عليكم تريسينتي هذا اللي دارته فرنسا، هل يقضب بنادم على 20 متر؟ هل يقضب بنادم حتى تقضب؟ يخص زوج ولا واحد يموت باش نعرف هذا الكهرباء كيف الدور نتاعها. فعلا مشينا قطعنا هاد لين هادي الاولى وبقينا هنا كاينه واحد 10 مترات او 20 متر للسلك هذا. هنا يبقى السؤال، هذه المسافه ما بين هذه وهنا درنا فيها ساعتين ونص. ساعتين ونص كي نقولها انا يقول الناس هذا هبل ولا، ساعتين ونص مشيها في 12 متر كروايات. علاش؟ الخوف ماشي حاجه اخرى. احنا كي قطعنا سلك ودرنا هنا نحطوا حاجه نتاع حديد في الارض هاك، كما مثلكم مات 49 كلها حديد، نحطوها ونحط يد عليها يدي تضرب هكذا تضرب. هو ماشي الكره، القلب نتاع بنادم يضرب، خوف رهبه يعني رهبه. Les deux lignes avaient au départ influé sur l'activité des unités de l'ALN se déplaçant sur les frontières Est et Ouest, jusqu'à ce qu'une stratégie efficace fût conçue pour diminuer le danger lié aux barbelés électrifiés. نحسبهم هكذا دايرين، واحد ابيض وواحد اخضر، منا حتى لهنا كاين 7 نتاع الفناجيل، كل فنجال فيه خيط مشوك ماهوش كابلي، خيط الباربولي هذا الباربولي 7 نتاع خيطان. توشيتهم بهذا السيزاي، هذا السيزاي بالضبط، توشيت هذا السيزاي ها هو هذا اللي يتعدى الكهرباء. توشيت الخط الاول كيما هاك يضرب كيما شغل من كنت سودي بالشاليمو، هذيك الضربه اللي ضرب انا نقاسيت كيما ليه، ماهوش هو قاسني انا نقاسيت بيا بالسيزاي هذا انا نقاسيت ليه. جماعه ثلاثه معايا حسبوا باللي ضربني الدوسيه، خلاص نط وليت له، كي وليت له باللي نسي فيه دير كل ب7 خيطان 1 2 3 4 كامل سيتهم بهذا السيزاي هذا، سيتهم الضو تضرب فيهم كامل فيهم الكره. البدايه كما بدايه تريسيتي غير سيزاي مثلا، ساعات نديروا ليه غير كاوتشي ونقطعوا سيلان، مازال تريسيتي فاك الوقت هذاك مش قوي ومازال كذا. اما كي جابوا لينا البنغالور وجابوا لينا كذا، هاك الساعه ذيك دربونا عليهم في زيزاي او كيفاه دير او هذا ما يضربكش عليه تريسيتي خاطر اليد تاعو فيها كاوتشي هذا كذا على خيره. وكي نجيو باش نقصوا راهو تقول راهو قلبك يخرج، راهو كي نقصوه ما تجي تقصه هك تحط عليه سيزاي وتجي تقول له سواك تلقاك تترعد الا ما ترص عليه باش يتقطع الخيط هذاك تاع كي يتقطع يروح كيما كل وس اسمه ذاك يتنطر له خيط تاع تريسيتي وخر يروح هك. النار هذيك تاع السيلان كلها تشوفها لهبه. هو اللي يفكر في هذا صنق الصندوق هذا مثل هذا، صنعنا صندوق فيه هذا يومين في الدار نتاع محمد القايد في بني واسين في ولاد قدور، راهم حيين على الحياة. هذا الصندوق كمله في يومين هو يخدم فيه، اديناه بالضبط وين رحنا، حلينا لين هادي قطعناها، قلعنا 300 بيرسونال من هادو جبرناهم قلعناهم، فتنا عند السلك قالنا هاكي وخدم لنا هات فوركات هو خدمهم هادو، قلنا هاكي ديروا تقلعوا السلك التحتاني وتحطوه في الارض وتقلعوا الزوج وتبعدوه على اخوه ودفعوا الصندوق بيناتهم، ردوا الزوج فوق الصندوق فوق البنوات ها مو تاع بسكليت ويفوت.
خدمنا معنا جندي سميوه سي الميلود مسكين، غاول الميلود مسكين قصير هو. قلع السلاح نتاعك، حط السلاح نتاعك، فوتناه في الصندوق، خرج شق السلك ولا جبدنا الصندوق تاعنا، ردينا الكيسان الخيطان في الكيسان ولينا الزبير. الغدوة تلاقينا معه. يعني هذه الكلمة هذه تبقى دائما شهادة غدوة عند رب العالمين. تلاس الزبير تبغي تعشى في المغرب بسم الله، قال لي قلت له حاجة ناجحة. وهادو الثلاثة شكون هما باش نعممهم لك؟ كان الميلود هذا المسكين متحدث، وطنطانو المعروف طنطانو بالحدودات، طنطانو وسيني محمدة وولد قادر ربي الميلود، ودفافني حمادة موجود في وهرن مقطوعة كره. في 58 تكونت قيادة عسكرية اسمها لكوم كوماندمون اوبيراسيونيل ميليتير، في ما بين 10 و 12 ابريل 58 بعد احداث الساقي. يعني الثوره بدات تتنظم في روحها زياده على القاعده الشرقيه والمناطق الحدوديه تاع تبسه والكويف وسقهراس طرف الى اخره، بدات تتنظم في روحها باش تزيد تنظم عمليات نقل السلاح. وعلى هذا اعطت امر الكوم هذه، لان الكوم متمثله في الشرق الجزائري في 5 ولايات منهم القاعده الشرقيه كولايه. Le commandement de la LN décide alors de tenter le passage à grande échelle. Le 29 avril 1958, un bataillon de plus d'un millier d'hommes soutenu par des katibas destinés au nord constantinois franchit le barrage au sud de Sogharas, tandis que 7 katibas passent la frontière et tentent d'échapper à la surveillance du 3e ROI. هنا فرنسا عملت وحدات يسموهم وحدات الميظليين، عملت 5 مراكز للميظليين، لأن الميظلي هذاك يقطع الخط وهو الميظليين يروحوا يعرضون منها الناس، المجموعة اللي شاركت في معركة سقهراس الكبرى حوالي 1300 عسكري مجاهد دخل، ومات نصهم، مات النص نتاعهم. وهكذا استمرت الثورة بالتضحيات، لأن القيادة قرت والمجاهدين طبقوا الأوامر تاع القيادة، ما فيهاش مناقشة. يقول له وخط موريس موجود قائم، ولكن ما أثرش في العملية هذه، العملية تاع معركة سقهراس ما أثرش خلاص. اللي أثر على المعركة ومات فيها 622 شهيد لأثر هو الطيران والمدفعية وشوية من في الخط، والخط ما أثرش خلاص، خط موريس ما أثرش، ولكن كان حاجز حتى هو يعرقل العملية. ولهذا جبت التحرير جيش التحرير لقى حلول أخرى باش على الخط المكهرب باش ما يمسوش وما يقطعوش. عندنا سيزاي بنغالور عند العويج كل، ولكن باش ما يعملش الاليرت تاع الواحد، حفروا تحته ودخلوا زحف في عده جهات
ودخلوا وخرجوا ودخلوا للداخل وهكذا، واستشهدت عشرات ومئات المجاهدين. وما أثرش، ما أثرش، مش ما أثرش، التأثير نتاعه كان كبير، ولكن الثورة مستمرة. Le barrage est saturé, des renseignements imprécis, jusqu'au moment où l'on retrouve des traces de tunnels sous l'Aï, à la lisière de Sougaras, au fond de la vallée de la Medjerda. Le 9e RCP monte une opération pour se consacrer à la recherche de ce que l'on estime, d'après les traces, à plusieurs centaines d'hommes. Le 14e RCP, toutes les unités du secteur, des renforts venus des secteurs voisins convergent vers la zone suspecte. Disposant de 12 hélicoptères Buffo, héliporte ses compagnies sur tous les points hauts de la zone de fouille. Mais alors que les Moudjahidines se dissimulent habituellement dans les fonds, cette fois, ils ont pris position sur les hauts. Aussi, quand les hélicoptères Sikorsky, les bananes, déposent les paras, ceux-ci sont immédiatement pris à partie. Sur le Djebel El Mouadjen, une compagnie du 9e RCP est encerclée. On se bat au corps à corps. Quand trois autres compagnies parviennent à la rejoindre, elle a perdu 21 tués et 28 blessés, soit les deux tiers de son effectif. Mais pendant ce combat, le bouclage s'est effectué jusqu'à la nuit. La LN perd dans ce combat un peu désespéré 270 hommes, 10 mitrailleuses, 4 armes anti-char, 260 armes individuelles. Le lendemain pourtant, une autre Katiba tente le passage au même endroit. Elle est interceptée par le 2e REP, arrivé en renfort. Le colonel Jean-Pierre disparaît le 28 mai quand son hélicoptère est abattu par les troupes de la LN. Et le général Delmas poursuit. En 4 mois, la LN a subi des pertes irréparables, près de 4000 morts, 590 prisonniers, 350 armes collectives, 2000 armes individuelles saisies. Mais les pertes françaises ne sont pas minimes, 273 tués et 800 blessés, car l'adversaire s'est battu avec acharnement, en témoigne le faible nombre des prisonniers par rapport à celui des tués. نحن هنا تاع حدود منا كيما كنت نحكي لك منا من تحت تبسة للجهة منا رمل السوق جهة قرون عيشة منا في جهة هذه نحن هنا الخط نتاعنا هي الثورة تقوت يعني من أرواحنا في الثورة 58 تعذرت الثورة وقت ذاك كنت شرجور تاع بياسة تاع مرنية عامر توفى الله يرحمه. نحن واش خدمتنا؟ نحن الهجوم على المراكز العسكرية كامبات هذه تاع الحمري هي راحت درك اندثرت تاع الحمري تاع بن سموه بن عبود درك هو شهيد سموه عليه الكامب هذي الكامب تاع المراهنة المراكز المهم تاع حدودية المهم نتاعنا ما كيما يقولوا ما النوم ما كانش والوقت هذاك تكونت الليطا ماجور كان يشرف عليه الرئيس في الوقت هذاك العقيد بومدين الله يرحمه رئيس تاع الجزائر بعد المهم نتاعنا نحنا دارونا برنامج لازم يجيبوا سيلان تكون بعد خط لالين تكون الإشارة اللي بيننا بين النظام في ذاك الوقت يوتا ماجور هي في غار دماء يلزم كي نجيو للمراكز العسكرية لازم ندو سيلان حتى سواء فيه ماتوا فيه مجاهدين استشهدوا ولا رجعوا المهم هذيك الأمر بيد الله دينا السيلان وما ماتنا حتى واحد وما دينا السيلان وتوفونا هي بالأجل الشيء هذا لكن كان أمر لازم ندو سيلان يعني يجوا للمركز لازم طاقم خاص يقص السيلان يديه الإشارة بين الأركان يعني إشارة تكون ثابتة يعني الثورة تزيرت والتحاسمة
ولت عنا تطورت الامور، ولت عنا 57 المرتي الكترفا والكترفاندو، ولينا يعني في انعاش كبير، ولينا في تطورت الامور، ولينا يعني حتى اسم الثوره القديمه اللي كانت بالشيشان والعمايم وكذا والقشاش انتهت، ولت بدله عسكريه رسميه لبسه يعني لبس علينا بصراحه لبس. وقات الهجمه نتاع الحمري هذه هو حاضر فيها هو عبد السلام، هجمه هذه هجوم كبير على الحمري، هذا الحمري كان قوي ياسر، كان ناخر الثوره، كان هلكنا هجمنا عليه. كان معنا اللي كان يقود هو كان عبد الرزاق بحارة قيد الفيلق، قبله كان بركتي شريف. كان نات الدو شريف القاسم هالحديث وين اللي وقعنا، انا ركت لحقنا 59 قريب هذاك يومين جهزنا ارواحنا. اي فعلا حنا عاو ثلاثه رحنا برك، بقى تنطانو ما راحش حتى يجي مع الزبير. روحنا ادينا الصندوق كيما خدمناها، خدمنا هادي قطعنا درنا السلك هنا فتانا قبل دائما المينور هو الاول يفوت باش نفوت نقطع هادي، لان هنا كاين لابيست الشار الى جا نولي نكونوا حنا هنا. كي خدم الصندوق ووليت فتنا سي جمال في هذا البلاصه، سي جمال الله يرحمه برحمه الله، نقولوا جبن دهش ما بغاش يدخل في هذا الصندوق، هذا ما بغاش يدخل فيه. واول من فات فيه هو الشريف بلقاسم مدعو سي جمال. فتنا قريب الحالي صباح باش خلطنا هنايا للحدود المغربيه، دخلنا لهذا الكارتي بن شرات الموجود في الحدود. النهار جا النظام رفدونا بينا بالصندوق بشرف قاسم، داونا لاباز بالمهيدي في وجده. المرحوم السي بومدين مازال بديك الكاسكيطه هذيك، شاف الصندوق وحكى له هذا الشريف القاسم، قال له هذا الصندوق يا سي بومدين من خبره السي زبير رئيس المنطقه، هاكي كيف اعطاه كل المعلومات. بومدين سماه الصندوق الصاروخ، المدعو الصاروخ، وانخدمت عده صناديق في هذا لاباز بالمهيدي والسربات على طول الحدود الجزائريه المغربيه. واول صندوق باش كشفته فرنسا في بوشبكه نواحي بوكانون، جبرته فرنسا مستالي في وسط التريسينتي، كي ضربتهم خلاوه كيما هاك باش فرنسا عرفت كيف تجبر السلك مقطع والتريسينتي في بلاصته، ما هو يتمشى السلك مقطع، السلك مقطع، التريسينتي في بلاصته والسلك مقطع، هادو كيش راهم يفوتوا بالضوء هذيك، كيش راهم يديروا عاد باش عرفت فرنسا هذا الصندوق كيش كانوا الناس تفوت والكهرباء تتمشى. غيرنا لها الموضوع، ولينا نديروا كابليات، طروا كابلي مغلفه يجيبوهم لنا، يجيو خدموهم لنا في عند النظام ويجيبوهم فيه واحد زوج مترات، نكروشيو مساك هنا ونكروشيو مساك هنا بالكابلي هذاك، ونكروشيو واحد هنا واحد في ثلاث خيوط ونقطعوا الوسطاني من ومن، يبقى الكره تفوت في الكابليات، فوت على روحك، هذه سهله على الصندوق بس راح يبقاو تم، هذو ما نقلعوهمش فرنسا سمعك تجبرهم، لما كنت تقلعها يسنيها لي في البوست. هذا هو التغيير اللي بدلناه على الصندوق، كما بعض الناس اللي يقول لك الصندوق نخدمه في المغرب، نعم نعم قلت لهم نخدمه في المغرب، ولكن من هو الابتداء نتاع الصندوق، وهو من طرف السي زبير رحمه الله ورأس المنطقة الأولى في بني واسين في ولاد قدور. البنقرون عنده واحد كيما ساقة صغيرة خيط، وعنده واحدة كيما الكرطوشة، ندكوه الكرطوشة هذيك فيه وندكو فيه الساعق هذاك، ندكوه فيها وندزوها تحت السيلان، ومن بعد إذا كان عندك أباراي ترص على خمسة دير خمسة عشرة دير ترص عليها كلها تتفلق، وإلا نديروها حتى باللامباتريك، ديروها باللامباتريك دير خيط منه وخيط منه، ومن بعد جيب الحجر هذيك تاع اللامبه العريضه، نجيبوا الحجر هذاك ونديروا هك
هي طماسي تتفلق. يعني هذه اللي يدهس عليها المجاهد قبل عنده واحد الرسول صعيب تسمعه يبقى قاضب بالمشطان تاعو قاضبها ويقلع الأسلحة نتاعو والساكن تاعه ويمدهم منا ونبقيوها على خير يعني ميت رافوق لغم فوق جهنم فوق لغم مما ويطيح بو كاين لي تبليسه كاين لي يخرج هكذا من بليسه مي القوه فيهم منعه وكاين لي مسكين يروح. هي الانواع نتاع الالغام اللي كانت الخطيره جدا اللي ما عندناش كيفاه باش تكملها كامل. هي هذا البيرسونال هذا البيرسونال اللي خصتها فرنسا اللي خصتها للبيرسوناليزم يعني الكلعين تاع بني ادم او يعمى من عينيه لان الافلام نتاعها كي 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 تنوض يقطع الكره ويضرب الافلام العينين وهي هذه متخصصه وين تتهز تدي دهست عليها بالمشطار دير لك النص تعمل دهست عليها بالخوان تاع الكره تدي الكره كل كاين مجاهد دهس عليها بالركبه نتاعو مثل سمعنا حس كي قال الارض بالركبه نتاعو ودت فوق الالغام هذا ديريكت مثل كره هو طايح له الكرة أنت عود تبوجي حيا تبوجي كرة أحمد وهي تبوجي هكذا. وحنا هذه اللي كنا نستعملوها في الحق كنا كي نجبروها هاك شو هذه دروك راها هذه راها بالمفجر نتاعها كومبلي وما راش مقلوب راني دايرها نورمال هذه دروك كان نضحس عليها تنوض تتفرقع هذه نضحس عليها كذا تنوض دروك عندكم هنا نخلطوا عليها بهذا الخدمي هذا الخدمي يسميه ايلان هذا الخدمي هذا ما بقى لي من زيج تحت 58 قالت لي هذه وهذا الصيزاي وهذه يبقوا عندي حتى نموت هذه يبقوا في التاريخ نحوسوا بعد المرات تربط فيها شرخ خداعي اخر كي نقلعوها احنا ترفدها بالخف تجبد خيط اخر تاع المين اخرى تنوض له ولينا نحوسوا بالخدمي هذا حتى تشوف تحتها ما كان والو نجبدها نحلو هذا هاك نديرو هذه هكذا ها دير هذه قيسها ولا تحفظ بها قيسها وهذه زي ما بقاش صالحه زي ما بقاش تخدم هذه ها صحيح كان الخطر اللي تقلع 20 30 في الباساج هذاك اللي تفوت فيه الا اللي بعيده على الاسلاك هذيك في الطريق كيما انا كانت بعيده على السلك نتمشى قطعت السلك الاول هذا وقطعت هذا وقعد حتى جيت هنايا حتى عند هذا هنايا ما بين دالي هنايا دهست عليها طيرت لي كره هاش طيعت لي كره هذه وقردت لي هذه يعني هذه بين الاسلاك وكانت تساعدنا القمره نهار اللي ما تكونش الظلمه نهار القمره كي نوقفوا تشوف هذا الرويس نتاعها هذا هو فين تشوفه هبري هذه كتساعدنا القمره وعلى بالكم يوم كان رب العالمين يجيب هذاك الوقت تاع تبرولو الغليظ هذا كان ينفع نعاود والمينا قاع يفتت لها والديها كل حبه اللي تجي فوق هذه تتفاجر تبرولو تا هو كافح رب العالمين كافح حتى تبرولو الغام اللي ناضت تبرولو هذه هي دور الألغام وكان الخران تاع الخيطان هذه الدانجي هذه ما فيهاش خدمه فيها لا تقل حول ولا هذه مخدومه بالبيطون فيها شو هذه الخريصه هذه دايرينها فيها سلوك رقوا كيما تاع الخيط تاع الحوت وهاي كي يجبدها يضرب وفيها هذه القرينات ثلاثه هذا حتى هو طالع الى دهسنا عليهم يعوجوا تتفاجر هذه كانت صعيبه جدا هذه كنا نخلطوا مينور نقطع لها الخيط هذا اللي رايح ونلوي على هذا القرون هنا ونخليه ندي فوقه شويه يقطن المجاهدين شوفوها هذه نتاع الاخرى اللي قلت لك صح عاود كانت صعيبه وكاينه واحده اخرى وهذا البيرسونال كانوا في معله طروه كاليتي كان اللي غليظ على هذه وكاين زوج ماركات اخرين باندي سان وهذو كل اخرين كاين كانت واحد الخمس كاليتي نتاع الالغام نتاع وكان غير فرنساوي وامريكا كي يكونوا المهاجرين باش نقطعوهم للمغرب هذاك اللي يكون عندنا صعوبات خطيره جدا الا تلاقينا مع فرنسا الا ضربنا في الحود في وسط الاسلاك ومعنا المهاجرين هذيك حاجه اخرى
انت تقول له قد بالارض ولا ما يعرف لك لا قد بالارض ولا ماشي الارض، هذا نار راها تاكل في السماء وفي الارض. بلانتيري هذاك يبان له الشعب نتاعنا المواطن يبان له السلك هذا يروح يجري ينقزه ينقزه من هي كي يجي في وسطه يزيد نقطة الألغام ويزيد يبين داك نتاع السنيال يزيد يشعل الضوء نتاع السنيال بلوس اللي يجيب لي زانجكتور تاع الاخر الضوء نتاع فرنسا اللي كدير هذاك الوقت اللي بلا تشوفها في الارض. هذه اللي كنا نصعبوا فيها في تقطيع المهاجرين. ياسر اللي ضربت من الميناء هذه ياسر اللي المره الاولى، لكن قلت لك مع حسب الممارسه حاجه كي تمارسها وتعرف كيف تجربها المره الاولى ونجربها المره الثانيه نعرفوا المدره هذه كيفاش تكون لي مقلت الممارسه. بكري كنا نديروا بالعيدان فتشوا علمينا بالعيدان، من بعد كي فقنا بالمذره هذه باللي نحو بها المينا ونحفروا بها ونديروا طرنشي تحت السيلان ونخرجوا، يعني بالممارسه عدنا نديروا هذه الحاجه. اما من ناحيه البنغانور احنا كنا نجو كما كان ركبه ليطا ماجور كما كان يحكي لك عبد الرحمن، كنا نحن في الحدود في الجزائر في تراب الجزائر، لكن نحن كل يوم عملوا لازم فصيله تروح للسيلان تقطع السيلان وتجيب البيكيات، يعني لو كان ما تجيبش البيكيات ما رحتش، لازم تجيب البيانات. فك الساعة ذيك نحن نروح نقطعوا السيلان ونروحوا السيلان مع البيكيات ثلاثة ولا أربعة بيكيات واش تقدر، ومن بعد دير البنغانور تفلقها باش تفلقها كاك يعني باش تخسر فرنسا برك ومشي لها. كما اللي كانوا بعد المرأة الجزائرية كي تنباع عند فرنسا في, في, في هنا في الجزائر يجيبهم النظام في بلاصة محيدة اللي تكون آمن باش نفوتهم للمغرب متين مهاجرين نفوتهم. كنا ديك كيما نفوتوا ديك الليلة نتاع المهاجرين إلا ما جبرناش فرنسا ما ضربناش نكونوا بسهولة نفوتوا، بصح إلا تكلم القرطاس في الحدود ما يبقاش لنا مواطن قادب روحو في العالم. تعرف هنا بعد المواطنين اللي يتصور له هذا ينقزه يجي في وسطه. عندنا بعد مواطنين دخلوا للحدود الجزائرية المغربية ما عندوش شرويطة واحدة فوقه، دخل عريان لأن السلك هذا كيقضب الكسوة وانت تجبدها ما هذا حاجة أخرى. ياك شوف خرجوا الشحم تخرج منه اللحم مفزر الكل مفزرين ما تعرفهمش بالدم، واللي يموتوا لنا في السلك هذه حاجة أخرى، فوق السلك يبقى منشور مثل مية الله عالم سيه. هذا اللي كانت عندنا صعيبة، وبهذا الشيء هذا المرأة الجزائرية اللي قاومت وقضبت هما زوج هذه خديجة وواحدة مريكة، وكيفتنا للمغرب مازال ما فتناش مازال ما وصلناش الحدود. أنا قطعنا نسمع أنا نسمع بودني الباطو غاز نتاعها تتمشى كيما شغل منين ندخل في واد وتمشى بالماء هو دم. قلنا ما نقلعوا لكش الباطوغاز، الباطوغاز يبقى حتى ندخلوا لطراب المغرب. كي قلعنا لها الباطوغاز مع الصباح شوفوا يا جماعة الجلد نتاع الفوقاني هذا كل شيء راح مع الباطوغاز ولا كبدة كما الريال هذا. شوف وتهدر معاك كما شغل نقول لك عدت ما لحقت وقيلة سيريجان ما لحقوش الدور تاع المرأة هذه. ماني ما تقولناش نفوتوا ديك العشرة عشرين واحد فوت نورمال، واحنا كين ممكن تاو بالمهاجرين ماتين ندخلوا لابنين نريحوا ديك اربع ايام خمس ايام والنظام يدينا يحممنا ونوسنا وقعاسه. هاو كان نظام عصري كان نظام عسكري اوفيسيال نريحوا ويعطيونا برميسون ديك اربع ايام خمسة ونوليوا للحدود ونجهزوا السكسيون هذاك اللي جاي قاطع في الليل هذيك الليله التيني تري كلاسي بري هاك بري التيني كل مجاهد يلبس واحد زياده والاسلحه كيف الداخله ونقطعوا داك السكسيون ونقطعوا للجزائر. ها
هذيك الاسلحه هذيك الالبسه هذاك تتوزع على بعض المجاهدين اللي يكونوا تما والاسلحه والدواء دواء حتى ولات فرنسا بدك تجبر مجاهد ميت تقلع له الثاني. وهذا هو الصندوق اللي حطم اقوى اكبر جدار جهنمي عسكري انت على فرنسا حطمته وسيله تسوى 5000 فرنك ذاك الوقت. De 1958 à 1960, 11 millions de mines antipersonnel ont été enfouies pour empêcher les moudjahidines d'accéder en Tunisie et au Maroc. Depuis 1963, l'armée algérienne a entamé des opérations de nettoyage des régions infestées par les mines. Elle a réussi à détruire 8 millions de mines, alors que 3 autres millions présentent toujours une source de danger pour les populations des régions limitrophes. 45 ans après la fin de la guerre de libération et 9 ans après sa ratification de la Convention d'Ottawa, la France se décide enfin à remettre officiellement les plans de pose des mines semées. L'Algérie les avait réclamés depuis l'indépendance. Il est encore difficile d'avoir le nombre exact de victimes de ces mines. Si certaines sources avancent le chiffre de 3000 personnes tuées depuis l'indépendance, d'autres donnent un bilan beaucoup plus lourd. Elles font état de 40 000 morts et de 80 000 blessés. Aujourd'hui encore, les mines ne cessent de faire des victimes parmi des civils innocents algériens, en particulier les enfants et les bergers. مدشش وراحت اخري واكلت لتباتنا وعقبت لحقت لي عزريه طاح قدامي ماشي انا يف مخايمه ولدي يموت قدامي